بناء أعلى برج في العالم عملية متعبة ومكلفة جداً، فتخيل معايا رحلة تنفيذ أعلى برجين على الأرض هيكون شكلها إيه؟ في القرن العشرين أمريكا كانت مسيطرة بشكل كامل على مجال ناطحات السحاب، لدرجة إن كان في سباق بين نيويورك وشيكاغو للوصول لأعلى قمة أو أكبر عدد من ناطحات السحاب. بس لما وصلنا لنهاية القرن، اللي فاز في السباق ده هو مدينة تالتة خالص في جنوب شرق آسيا، اللي قدروا يبنوا أعلى مبنيين في العالم علشان يوروا العالم كله التقدم الاقتصادي اللي هم وصلوا له. إيه بقى حكاية المبنيين دول وإيه حكاية الدولة دي؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من المعماري، أنا أحمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. المكان ماليزيا سنة 1981. السياسي مهاتير محمد وصل لمنصب رئيس الوزراء، وقدر ساعتها يحقق طفرة اقتصادية كبيرة جداً، لدرجة إن الاقتصاد الماليزي في الفترة دي من سنة 1987 لغاية 1997 قدر يزيد بنسبة 8% سنوياً، وماليزيا بقت واحدة من أسرع اقتصادات العالم في النمو. وبرغم كده اسم ماليزيا ما كانش بيتردد في العالم بشكل كبير، محدش يعرفها ولا حتى يتخيل إن في دولة في شرق آسيا هتقدر تنافس أقوى دول في العالم ساعتها. وهنا قرر مهاتير محمد إن العمارة تكون هي صوت ماليزيا للعالم، وفي سنة 1992 قرر يبني أطول ناطحة سحاب على الأرض في العاصمة الماليزية كوالالمبور. لكن في الحقيقة مهاتير محمد ما كانش عنده تصور كامل للمشروع. ماليزيا ساعتها ما كانش عندها أي خبرة سابقة في تصميم أو تنفيذ النوع ده من المباني، علشان كده هنلاقيهم استعانوا بالمعماري العالمي سيزر بيلي اللي كان عنده وقتها خبرة بتوصل لخمسين سنة في تصميم ناطحات السحاب. وبما إن ماليزيا كانت بتعتبر المشروع ده هو بوابتها للعالم الجديد، قرر سيزر بيلي إنه يستخدم الفلسفة دي في تصميم المشروع، ويصمم برجين توأم بيربطهم جسر في الهواء علشان يكونوا مع بعض شكل رمزي للبوابة. وفكرة التصميم عجبت المسؤولين في ماليزيا جداً، وقرروا يسموهم برجين بترونس التوأم على اسم شركة بترول ماليزية. البرجين هيكونوا مقر إدارتها، بس طبعاً زي ما احنا عارفين إن النوعية دي من المباني الأيقونية هي اللي هتعبر عن الدولة، علشان كده لازم يعبروا عن الهوية الماليزية، وهوية ماليزية يعني طابع إسلامي، وسيزر بيلي المعماري فهم ده وحاول يحققه. علشان كده بدأ يذاكر كتب العمارة الإسلامية وقدم تصميم أولي للأبراج. ولكن مهاتير محمد كان شايف إن التصميم اللي اتقدم ده مش بيعبر عن ماليزيا وممكن يتبني في أي مكان تاني. هو كان عايز مبنى ماليزي بمواصفات عالمية، مبنى يخلي الشعب الماليزي فخور بيه. وأخيراً وصلوا المقترح إن اللي أوت بتاع البرجين يكون على شكل نجمة سمانية، مربعين متداخلين مع بعض، موتيف إسلامي بنشوفه لو بصينا على البرجين من فوق. التصميم ده بالنسبة لمهتير محمد كان بيعبر عن الوحدة والتجانس والاستقرار والعقلانية في الثقافة الإسلامية، وده فعلاً التصميم اللي اتعمل. بس بيلي أضاف للشكل أنصاف دوائر علشان يحقق المساحة المطلوبة، وعلشان البرجين يكونوا أطول ناطحات سحاب في العالم كان لازم ارتفاعهم يزيد عن 450 متر علشان يتفوقوا عن برج ويلس في مدينة شيكاغو في أمريكا، واللي كان معروف ببرج سيرز. وفعلا خلصت مرحلة التصميم وبدأوا على طول في مرحلة تنفيذ البرجين اللي كان لازم يخلصوا في أسرع وقت. علشان كده قرروا يعتمدوا على المهندس الأمريكي تشارلي ثورنتون اللي كان واحد من أفضل المهندسين الإنشائيين في تنفيذ ناطحات السحاب في العالم، وكانوا حاطين وقت لتنفيذ البرجين 6 سنين بس. وعلشان تضمن الحكومة الماليزية إن البرجين يخلصوا في الوقت ده، قرروا يكلفوا شركتين مقاولات مختلفين لتنفيذ البرجين، كل شركة تكون مسؤولة عن برج فيهم، علشان كانوا شايفين إن التنافس ده هو أسرع طريقة لإنجاز المشروع. البرج الغربي كان بينفذه شركة اسمها هازاما كوربريشن، والبرج الشرقي سامسونج للهندسة والإنشاءات. بس طبعاً الصربعة دي ليها مشاكل، لأن المكان اللي اختاروا يعملوا فيه البرجين ما اتدرسش هندسياً بشكل كويس، وبدأ يظهر مشاكل في التربة وهم شغالين. ساعتها وقفوا العمل في المشروع تماماً علشان يدرسوا التربة تاني، واكتشفوا ساعتها إن جزء كبير من التربة بيتكون من حجر جيلي متحلل، والجزء التاني على صخور رسوبية، ودي بتكون عبارة عن طبقات من صخور متكسرة، وده بيخليها ضعيفة وهشة ما تقدرش تشيل وزن البرجين اللي كل واحد فيهم بيوصل لـ300 ألف طن. من الآخر البرجين لو اتبنوا في المكان ده هينهاروا، وحاجة زي دي طبعاً ممكن توقف المشروع كله. إحنا مش بنهزر، دي أرواح ناس. علشان كده تشارلي ثورنتون قدر إنه يحل المشكلة بإنه قرر يحرك البرجين مسافة 60 متر بحيث يقفوا بالكامل على الصخور الرسوبية ويتفادى الحجر الجيري علشان التربة كلها تكون حاجة واحدة. وبعدها يأسس البرجين على ركائز عميقة أو بايلز، ودي بتكون حاجة كده شبه الأعمدة بس تحت الأرض في التربة نفسها، والهدف منها إننا نوصل لأفضل طبقة في التربة تقدر تشيل وزن المبنى،
وعملوا فوق البايلز دي قاعدة خرسانة سمكها 4.5 متر تقريباً. القاعدة دي لوحدها علشان تتصب في الموقع خدت 54 ساعة متواصلة، تقريباً يومين ونص. وعلى فكرة التربة ما كانتش هي التحدي الوحيد اللي واجه المشروع، لا ده كان في مشكلة تانية أكبر، لأن أغلب المباني اللي من النوع ده اللي هي ناطحات سحاب يعني بتتعمل من الفولاذ، لأن طبعاً وزنه بيكون أخف وبيشيل أكتر من الخرسانة. بس ماليزيا في الوقت ده صناعة الفولاذ فيها ما كانتش متقدمة، ده غير علشان يستوردوه من بره التكلفة هتكون عالية جدا، علشان كده قرروا يستخدموا الخرسانة في تنفيذ هيكل البرجين، ودي كانت أول مرة في العالم يتم استخدام الهياكل الخرسانية في مباني بالحجم ده. بس برضو المشكلة الأكبر إن التركيبة العادية اللي احنا بنعملها في المباني مش هتنفع هنا، وممكن تنهار تحت الضغط الكبير بتاع وزن البرجين. فالحل هنا إنهم لازم يوصلوا لتركيبة أفضل، وبعد تجارب كتير اتعملت في أشهر المعامل في العالم بدأوا يضيفوا مادة السيليكا على الخرسانة. المادة دي عندها قدرة إنها تملى الفراغات اللي بتكون موجودة في الخرسانة من جوه، وده بيخليها تستحمل ضغط أكبر وزود قوة تحملها للدرجة المطلوبة، وفعلاً اتحلت المشكلة وكملوا البنى. خلاص الأساسات بقت تمام وقادرة تشيل المبنى والخرسانة زي الفل. بس بعد 5 سنين تقريباً من بداية المشروع كان البرج الغربي وصل للدور 72 والشرقي للـ70، ظهرت مشكلة كبيرة ما كانش حد متخيلها ولا عامل حسابها، وهي إن البرج الغربي مايل قد إيه يا أبو حميد؟ مايل 25 ملي، 2.5 سم. طبعاً رقم بالنسبة لك أهبل، وممكن تقفل الفيديو حالاً دلوقتي بعد كمية السسبنس اللي أنا عملتها لك دي. بس خليني أقولك إن رقم صغير زي ده ممكن يعمل كوارث بعدين، وخصوصاً في الارتفاعات العالية اللي زي دي. البرج نفسه مش هيكون متزن على الأرض، واللي فيكو لسه معزل قريب وجاب ونش علشان يطلع له العفش، هنلاقي إن أهم حاجة بيعملوها قبل ما يطلعوا أي حاجة إنهم يوزنوا الونش كويس جداً، علشان مع الوزن والارتفاع العالي ده أقل نسبة ميل هتعمل مشاكل كبيرة. علشان كده كان لازم المهندسين يحلوا المشكلة دي، والحل اللي وصلوا له ساعتها إنهم يبنوا 16 دور الباقيين مايلين بمقدار 20 ملي بس في الاتجاه المعاكس، علشان يحافظوا على ارتكاز البرج. حسبة هندسية كده هم حسبوها كويس، وفعلاً كملوا البرجين. بس في جزء مهم قوي لسه ما تعملش، جزء أنا بشوفه إنه الأميز في المبنى ده، وهو الجسر المعلق اللي معمول بين البرجين، اللي على حسب كلام المهندسين إنه من كتر ما كان معقد في تنفيذه كانوا بيتعاملوا معاه على إنه مشروع لوحده، وده لأن الجسر موجود في الدور 41 و42، يعني على ارتفاع تقريباً 170 متر، وطوله بيوصل لـ60 متر اللي هي المسافة بين البرجين. والهدف الأساسي منه ساعتها إنه يكون مخرج هروب في حالات الطوارئ، يعني لو برج من الاتنين اتعرض لحريق مثلاً لا قدر الله، فبدل ما ننزل الناس من فوق لغاية الدور الأرضي علشان نخلي البرج، لأ، هما ممكن عن طريق الجسر ده إنهم يهربوا للبرج التاني اللي مفيش فيه مشكلة، وبالتالي الإيفاكيويشن أو عملية الإخلاء هتكون أسرع. فكرة حلوة جداً، بس للأسف تنفيذها كان صعب قوي، تحدي هندسي كبير، وده لأن ببساطة، ودي حاجة ممكن تكون جديدة عليك شوية، إن ناطحات السحاب وهي بتتصمم المهندسين بيدرسوا كويس قوي حركة الرياح وإزاي المبنى هيتعامل معاها، لدرجة إنهم ممكن يسمحوا إن المبنى يتهز مع حركة الرياح، بس طبعاً بنسبة قليلة جداً علشان ما تأثرش عليه. بس في حالة بترونس تاورز الحركة دي وعلى الارتفاع العالي ده هتخلي المسافة بين البرجين تزيد وتقل مع الاهتزاز، وفي نفس الوقت الجسر حجمه وأبعاده ثابتين، مش هياخد ويدي معاهم، علشان كده ابتكروا حل هندسي مختلف شوية علشان يربطوا الجسر بالبرجين. والحل ده هو إنهم هيثبتوا دعامات فولاذ واحدة في كل اتجاه، وكل واحدة فيهم متثبتة على برج بالظبط في الدور 29، والدعامات دي متثبت فيها مفصلات كروية مربوطة في عوارض حديد هي اللي شايلة الجسر. والسر هنا بقى مش في العوارض ولا في الدعامات، السر في المفصلات، لأن هي دي اللي هتحافظ على ثبات الجسر، لأنها هتسمح له يتفاعل مع الرياح زي البرجين. وبكده اتحلت المشكلة والجسر اتركب في مكانه. بس ثانية واحدة، في حاجة احنا نسيناها. احنا قلنا في أول الحلقة إن في شركتين بينفذوا البرج، وكانوا بيتسابقوا على مين اللي هيخلص الأول. حلو، طب بعد كل المشاكل دي مين بقى اللي خلص الأول؟ هقول لك يا سيدي ما تستعجلش. هما بعد ما ركبوا الجسر الحمد لله فضلوا يكملوا بنا الأدوار لغاية ما وصلوا للدور الأخير اللي هو الدور 88، وما كانش فاضل غير التاج اللي هيتحط على البرج من فوق، لأن بعد ما خلصنا البرج وبنينا كل الأدوار لسه برضو برج سيرز في أمريكا هو أعلى مبنى في العالم، والتاج ده هو اللي هيكسر الارتفاع لأن معمول فيه عمود من الفولاذ طوله لوحده 60 متر، وبعد ما يركبوه هنوصل لارتفاع 452 متر، وهو ده اللي احنا عايزينه. علشان كده المسؤولين في ماليزيا كانوا شايفين انهم يوقفوا السباق بحيث يرفعوا القمتين مع بعض
بحيث الحدث يكون أكبر وصدى يسمع أكتر. بس فريق التنفيذ في البرج الشرقي اللي هي شركة سامسونج حبوا إنهم يحققوا سبق تاريخي ويرفعوا هم قمة البرج لوحدهم. وفي يوم 1 مارس سنة 1996 اكتمل بناء البرجين بشكل رسمي بعد رحلة استمرت 6 سنين كاملين، كلفت ماليزيا 1.6 مليار دولار بس علشان يبنوا أعلى برج في العالم. وبالرغم إن البرجين وظيفتهم إدارية في الأساس، إلا إنهم بقوا من أشهر المعالم السياحية في كوالالمبور، وبيتم تنظيم جولات سياحية في أدوار معينة فيهم زي الدور 41 اللي فيه الجسر الهوائي، والدور 86 اللي فيه منصة استكشاف تقدر من خلالها تشوف مدينة كوالالمبور من فوق السحاب. وفعلاً قدروا يوصلوا الرسالة اللي كان عايز يوصلها مهاتير محمد للعالم كله، وهي قدوم دول شرق آسيا وبقوة لمنافسة دول العالم. ومن الوقت ده برجين بترونس التوأم بقوا أعلى مبنيين في العالم لحد سنة 2003 لما قدرت تايوان تخطف اللقب بعد ما نفذت برج تايبي 101 بارتفاع بيزيد عن 508 متر. وطبعاً بعدها برج خليفة اللي لسه محافظ على الرقم ده لغاية النهاردة. ومع ذلك برجين بترونس لسه أشهر المعالم في ماليزيا وبيعبروا عن ماليزيا الحديثة وقوة اقتصادها. وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لايك وشير للحلقة، وخلونا نتناقش في الكومنتات لو عندكم أي أسئلة أو معلومات عايزين تضيفوها. واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.